بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما دام ما في أسئلة من المحاضرات السابقة، ألخص على عجل ما تحدثنا فيه المحاضرة السابقة. نحن تحدثنا عن ونحن في محاضرات البناء الحضاري أنه الحضارة المؤسسة على القيم تخضع لقوانين اجتماع تسمى عادة القوانين أو السنن الاجتماعية، يقابلها القوانين المادية التي يخضع لها كل شيء في الوجود ما عدا الأمور الاختيارية التي هي من خصائص الإنسان. وقلنا إن القانون الاجتماعي والقانون المادي كلاهما قانون إلهي، لأن الذي خلق الكون هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق المادة، هو الذي شرع الشرائع، فالكل منه وإليه سبحانه. وقلنا إن البدء أو الانطلاق في البناء الحضاري وفي التصحيح الحضاري من هدي السنن الاجتماعية هو بدء صحيح وانطلاق بشكل علمي ومدروس. العشوائية والفوضى هي التي مع الأسف الشديد كان يعيش فيها معظم البشر، ومنها نحن المسلمين. عشنا في هذه الفوضى فترات طويلة، أنتجت لنا مشكلات اجتماعية، اقتصادية، سياسية، أخلاقية، أوقعتنا في هزائم، في تخلف، في صراع كثير جدا. والسبب هو أن إما أننا لا نفهم السنن الاجتماعية كيف تعمل، أو أننا لا نبالي بالسنن الاجتماعية اعتقادا منا بأنها ليست سنن صارمة أو ليست سنن عامة، فنحن المسلمين نستثني أنفسنا. هذا كله أوقعنا في المشكلات التي لا تخفى علينا. وذكرت لكم في المحاضرة السابقة أن هناك مجموعة من الخصائص والمميزات تجعل السنن الاجتماعية سنن غاية في الأهمية، من حيث ضرورة التعلم وضرورة التسليم لمدخلاتها وما تؤول إليه. ذكرنا منها أن السنن مكشوفة أمام الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وأن السنن لا تحابي بل هي غاية في العدل والإقساط، لأنها من لدن حكيم خبير. ذكرنا أن السنن تعلم الجدية، وأن السنن تساعد في التصحيح كلما أخطأ الإنسان أو المجتمع البشري. وذكرنا أن السنن أيضا تبرز أهمية العدل والحق والحرية في الحياة وقيمتها في البناء والتصحيح والنهضة والاستقرار والازدهار. وذكرنا أن السنن أيضا قيمتها في أنها سنن تعمل بشكل مترابط ومتوازن، وأنها ليست سنن عشوائية بل هي سنن يأخذ بعضها برقاب بعض ويؤثر بعضها في بعض، إلى آخر ما ذكرنا من خصائص ومن فوائد دراسة السنن. وذكرنا مجموعة من الأسئلة، وقلنا إن الأسئلة نوعان، حضارية ووجودية، وتكلمنا عن بعض الإشكالات التي يقع فيها البشر ومنهم نحن المسلمين. الإشكالات يعني في الأسئلة حول بعض القضايا المجتمعية التي إما أننا نؤخر الإجابة عليها أو أننا نختلف عندما نجيب عليها. وتحدثنا عن ضرورة الشجاعة والحياد والشفافية، وأننا يجب أن نمشي خلف السنن وخلف الأدلة وليس أمامها. وتحدثنا عن السنن والقانون التجريبي المادي، وذكرنا أن له خطوات من ثلاث وهي معروفة لدى يعني أكثر الناس، وأن البشر في حول العالم استطاع أن يقطع خطوات هائلة كبيرة
في استثمار المادة من خلال القانون المادي، لكن الإنسان أخفق في توظيف آليات القانون أو السنة الاجتماع المادية في تصحيح الوضع الإنساني والأخلاقي. والسبب قلنا إنه هو مجموعة من الفروق التي تفرق بين السنن والقوانين الاجتماعية والقوانين المادية، جعلت الإنسان ينجح في استثمار المادة من خلال تأمل الظواهر، اختبار الظواهر، تكرار الاختبار، ثم تسجيل براءة اختراع، ثم تسجيل سنة وقانون مادي. وقلنا إن الإنسان له شق مادي استطاع أن ينجح فيه بشكل كبير في الطب، وقسم آخر اجتماعي مرتبط بالأخلاق والقيم والمشاعر والتصورات أخفق فيه أكثر البشر، ومنهم نحن المسلمين مع الأسف، لأنه خاضع للقانون الاجتماعي وليس للقانون المادي. عند ذلك يعني تحدثنا عن، طبعا قبل هذا تحدثنا عن مصادر القوانين وهي الوحي والعقل والتجارب، ثم يعني انتهينا إلى أن السنن المادية والسنن الاجتماعية كلاهما مصدره من الله، الذي يعمل فيه العقل، موضوعه هو الإنسان إما أن يستثمر في المادة أو يستثمر في ذاته، ومع ذلك هذا العقل أخفق في أحد المسارين وهو القانون الاجتماعي، ونجح في المسار الآخر وهو القانون المادي. وقلنا لماذا هذا الفرق، وذكرنا المشترك والمختلف بين السنن الاجتماعية والسنن المادية، وذكرنا أهم ثلاثة فروق، وقلنا إنه أولا السنن المادية تتسم بالقهر والتنجيز، ولذلك لا يمكن تحديها، يعني يجب التسليم لها أو سوف يسلم لها المؤمن والملحد والمتدين وغير المتدين، لأنها قوانين صارمة يراها بعينه، يراها يستطيع قياسها في المختبر والمعمل. أما السنن الاجتماعية فهي سنن مرنة قابلة للتحدي، فيها خاصية الإمهال لأنها مرتبطة بطبيعة الإنسان الذي يخطئ ويصيب، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى التفكير، ينتابه الضعف والقوة، بخلاف المادة الصلبة التي لا عقل لها ولا رأي. وذكرنا الفارق الثاني وهو أن السنة الاجتماعية تعمل بشكل متشابك بعكس السنن المادية، لأن المادة صمّ كل شيء مستقل بحاله وتظهر نتيجته لوحده، أما السنة الاجتماعية فهي مرتبطة بحالة اجتماعية، بحالة إنسان له مشاعر وعواطف ويحتاج إلى أن يحل مشكلته في الاقتصاد، في الاجتماع، في النفس، في الفكر، هذه كلها يؤثر بعضها في بعض، ولذلك السنن تعمل بشكل متشابك. ذكرنا أنه مع أن السنن الاجتماعية مرنة قابلة للتحدي والسنن المادية صارمة، إلا أن السنن الاجتماعية أكثر صرامة في النهاية ونفاذا من السنن المادية، وقلنا لأن الله تعالى خلق هذا الكون بهدف نفاذ مضامين السنن الاجتماعية، والسنن المادية خادمة للإنسان، ولذلك الله عز وجل يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا التسخير وذكرنا أمثلة لذلك، أن الإحراق خاصية في النار، إلا أن هذه الخاصية انخرقت لصالح إنقاذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا البحر لموسى، وذكرنا أيضا الماء لنوح عليه الصلاة والسلام، وناقة صالح، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهذا أمر معروف. فإذا جمع الإنسان الصورة أدرك أن القانون الاجتماعي أكثر صرامة وأكثر قدسية، لكن الإنسان مع ذلك بذات العقل الذي يعمل في المعمل والمختبر يخفق في رعاية واحترام القانون الاجتماعي، ولذلك وقع في الأخطاء، إما أخطاء كبرى كلية بحيث أعرض عن الدين
أو أخطاء جزئية داخل مثلا حياتنا نحن المسلمين من الانحرافات والتقصير والضعف في الأخذ بالأسباب. اليوم ننتقل إن شاء الله تعالى، نبدأ من ما هو المشترك والمختلف بين الفرد والأمة في السنن الاجتماعية. إذن النقطة السابقة كان حديثنا عن الفرق بين السنن الاجتماعية والسنن المادية، الآن نحن نتحدث داخل مربع واحد وهو السنن الاجتماعية. ما هو الفرق بين السنن التي تحكم حياة الفرد والسنن التي تحكم حياة الجماعات والأمم والدول؟ واضح يا أيها الأخوة والأخوات؟ كلام واضح؟ طيب، أيضا عندما نتحدث عن المشترك والمختلف بين الفرد والمجتمع والأمة والدولة، نتحدث أيضا عن ثلاثة فروق تقريبا هي جوهرية ويمكن ردها إلى فرقين، لكن لا بأس نذكر ثلاثة فروق للإيضاح بشكل أكثر. طيب، الإنسان الفرد هو المجتمع، لكن كبر الفرد آلاف ملايين المرات يتحول إلى جماعة وإلى مجتمع وإلى دولة وإلى حضارة. هذا الفرق بين الإنسان الفرد والإنسان داخل المجتمع يشبه ونقرب الصورة إلى إنسان له يعني ملفان، ملف شخصي وملف في الشركة أو المؤسسة أو الجامعة أو المكان الذي يعمل فيه. الملف الفردي له خصوصية، له آليات عمل، والملف داخل المؤسسة الجماعية له أداة عمل أخرى. هذا بالتقريب البسيط الفرق، أو لماذا يوجد الفرق بين الفرد والأمة في السنن الاجتماعية. سنلاحظ مجموعة من الفروق تبين لنا أن السنن يعني من حكمة الله، من عظيم حكمة الله ودقة تدبيره سبحانه، أنه كما قلنا في السابق لو أن السنن المادية تعمل في الإنسان كان فشل الإنسان لأنها لا تقبل المرونة، ولو أن السنن الاجتماعية تعمل في المادة ما أفلح الإنسان في التعرف على المادة، لأنه لا يوجد قانون آني يستطيع البناء عليه. كذلك نقول في السنن الاجتماعية بين الفرد والمجتمع، لو أن السنن التي تعمل في الفرد هي التي تعمل في المجتمع كان عمرها قصير، لأن الإنسان بطبيعته يرى جزءا قليلا من الصورة المجتمعية، فكان لابد لهذا الفرق في موقع الإنسان وحده وموقع الإنسان ضمن المجموعة والجماعة والأمة والدولة، هذا الفرق هو مؤثر، وقد جعل الله لكل منهما قوانين تحكمه وتصلحه. لكن في الجملة هناك مشتركات، يعني هو في الأصل مشترك لكن كبر الصورة. مثلا الله عز وجل قال عن الجماعات: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا قانون في يعني في الأمة، وقانون كذلك في الفرد. الإنسان يصيبه الضعف ويصيبه القوة، يمر بمرحلة شباب وهرم وشيخوخة وفناء، وكذلك الأمم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كبر الصورة هذه وحول الترف والاستغناء إلى حالة مجتمعية أيضا يكون فيها الطغيان ويكون فيها الترف الذي ينتهي إلى التدمير. فالخلاصة أنه الإنسان الفرد هو الإنسان بالمجتمع، لكن في قوانين تعمل مختلفة لكي يستقيم الأمر لهذا وهذا. طيب، الفارق الأول أنه النتائج التي تقع على الأمم والجماعات منظور فيها إلى الأغلبية، أي أنه ما يتعلق حصول النتائج
بمباشرة أفرادها من جميع المجتمع، ولا ترتفع النتائج بسبب مخالفة أفراد محدودين. أوضح هذه النقطة. الفرد إذا عمل شيئا دفع ثمنه باعتباره فردا، لكن عندما يكون مثلا هناك مثلا مجموعة 10 أو 100 أو 1000، هؤلاء العشرة عندما يخطئ واحد أو اثنان منهم يصبح الخطأ هو خطأ أقلية بالنسبة لأكثرية، ولو حدث العكس أخطأ مثلا 7 8 وبقي 2 أو 3 على الطريق وعلى الجادة، نصبح هنا أمام خطأ أغلبية في مقابل صواب أقلية. هذا سيأتي له تفصيل، لكن يهمنا هنا أنه النتائج التي تقع على الأمم منظور فيها إلى الأغلبية، بحيث يستطيع الفرد، يمكن للفرد أن يعيش وهو مخطئ في ظل مجتمع سليم، ويمكن للفرد المصيب يعني الذي على صواب ولم يقع في خطأ أن يدفع ثمن خطأ المجموعة التي يعيش فيها. فلا يلزم في ظاهرة العقاب الجماعي، ما يلزم أن يكون الكل مخطئين للعقاب، ولا يلزم أن يكون الكل مصيبين للسلامة. مصداق هذا قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: يعوذ عائذ بالبيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، إن فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، وفي يعني بعض الروايات فيهم المجبور والمستبصر، وفيهم ابن السبيل، يعني وفيهم من جاء لحاجة ما له علاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا، يخسف بهم، يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم. يقول الأخ في انقطاع في الصوت بين الفينة والأخرى، هل ما زال التقطع؟ تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم. فهذا إشارة إلى أن أناس هلكوا في مشهد عقابي جماعي بسبب أخطاء أغلبية. طيب، الفارق الأول واضح يا شباب. الفارق الأول أنه الأمم باعتبارها مجموعات داخل بعضها ببعض تشكل جسم واحد، تشكل جسما واحدا يتداعى بعضه لبعض، لكن هذا الجسم لا يحدث له هلاك أو تدمير إلا إذا صار فيه عطب وصار في أمراض تفتك به، لكن وجود أمراض بسيطة هي عبارة عن أخطاء ناس محدودين. فإذا ارتفعت نسبة الأخطاء تحول الجسم المجتمعي، جسم الأمة، إلى جسم متهالك، إلى جسم فيه أمراض قاتلة، أمراض شديدة، فيهلك حتى وإن وجدت فيه أجزاء من الجسم سليمة. والعكس صحيح، يبقى الجسم حيا قويا بالرغم من في يد أو رجل. ولو نضرب أمثلة، مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
في وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان المجتمع جيدا سليما راقيا نظيفا محافظا، لكن لم يكن مجتمعا ملائكيا، فيه من زنى، من سرق، من شرب الخمر، لكن هؤلاء هم أفراد معدودون في مقابل أمة متماسكة أخلاقيا اجتماعيا. فبقي المجتمع سليما معافى بالرغم من وجود أخطاء فيه. بعد ذلك يعني بعد تحولات مجتمعية لأسباب كثيرة أصبحت دول تؤخذ بأخطاء المجموعات الكبيرة، ظلم، فساد، أثرة، عدم الأخذ بأسباب النصر، صارت مجتمعات تؤخذ وإن كان فيها رجال صالحون يقولون أيها الناس اتقوا الله، لكن هؤلاء في الحساب في حساب المجموع هم الأقل. فهذا فارق. الفارق أنه الأمم والجماعات لا بد أن تنال جزاءها خيرا كان أم شرا عاجلا في الدنيا، أما الأفراد فقد ينال الواحد منهم جزاءه في الدنيا وقد يموت دون أن يلقى جزاءه. طيب هنا ما هو يعني ما السر في الأمر؟ لماذا الجماعات البشرية يجب أن تنال جزاءها في الدنيا خيرا أم شرا أما الأفراد لا؟ نرجع مرة ثانية إلى ما حدثتكم به في البداية من أنه الإنسان له ملفان، ملف ضمن هذه الشركة الكبيرة الذي هي المجتمع أو الدولة أو يعني الحضارة، وملف خاص. الملف ضمن المجموعة البشرية هذا يفتح ويحاسب ويقيم ضمن المجموعة، أما ملفه الشخصي فله طريقة أخرى في الحساب. وتذكر الحديث الذي مر علينا قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم. المهلك الواحد هو هذا الملف، يعني ملف زيد أو عبيد أو سارة أو فاطمة، هذا الملف الذي هو الملف الجماعي، ملف الشركة، يهلك الإنسان فيه مع المجموعة وإن لم يكن هو بشكل مباشر مخطئا. الشركة عندما تنهار يتم تفنيش الموظفين حتى وإن كانت يعني سيرتهم في الشركة 100% أو 95%، لكن الشركة انهارت، لم يعد للشركة كيان موجود يستطيع هذا الشخص المنتج الممتاز أن يعمل فيه. لم يكن انهيار الشركة بسببه هو، كان بسبب آخرين، كان بسبب ظروف الأغلبية انهارت الشركة فدفع ثمنها هذا الشخص. ولذلك عندما تنهار الشركة يخرج الأشخاص الجيدون لكن من دون عمل، يخرجون من وضع جيد اجتماعي لكن لا يعني يخرجون إلى لا شيء بالرغم من أنهم ناس كويسين. طيب طيب إن شاء الله نتحدث عن هذا سؤال الأخ، يعني ما الضمانة في حال وصول الأمة للصورة المأمولة من تماسك أخلاقي ورقي قيمي، ما الضمانة المطلوبة للحفاظ على تلك الصورة وعدم الانتكاس عنها كما يحدث دائما؟ هي المدافعة، هي المدافعة. نحن سنأتي للنقطة الثالثة إن شاء الله، يمكن تكون أقرب إلى الحديث عن هذا السؤال. طيب النقطة الثانية، إذن المجتمعات تنال جزاءها في الدنيا. طيب
لماذا تنال المجتمعات جزاءها في الدنيا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا؟ بينما الفرد قد ينال جزاءه في الدنيا، وقد ينال بعض جزائه، وقد يموت ولم يأخذ من جزائه شيئا، أو أخذ بعض جزائه. لماذا؟ أحسنت، لأنه نحن الآن عندنا ملف الشركة وملف الشخص، عندنا وعندنا الدنيا وعندنا الآخرة. الدنيا هذه رسالة يقوم بها الإنسان ضمن مجموعة، فلا بد أن تبقى هذه المجموعة جيدة حتى تمر رحلة الحياة الدنيا بشكل آمن وسليم. فإذا أصاب السفينة العطب وغرقت، غرق فيها الكل، الصالح والطالح. ولهذا الكيان الجماعي كيان وظيفته دنيوية لعمارة الدنيا، فلا بد أن ينال جزاءه خيرا أم شرا في الدنيا. لكن لو أن الأمم تبقى فاسدة ولا تحاسب، لم يعد للصلاح المجتمعي فائدة، بل الحساب الجماعي هو لوضع حد لانهيار المجتمعات ولتخليص الدنيا من المجتمعات الفاسدة. ولهذا كما قال الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قبل يعني في الدنيا. لكن الفرد عنده ملف يفتح في الدنيا مع الجماعة، وعنده ملف في الآخرة كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيوم القيامة كل الناس في الشركة هذه، كل الناس في المجتمعات، كل من خلق الله من البشر سوف يأتون فرادى ويحاسبون. هناك سوف يفتح الملف الشخصي بشكل كامل. طيب، الملف الذي سيفتح في الآخرة ملف فيه أعمال باعتبار الإنسان فرد، وفيه أعمال باعتبار الإنسان جزء من مجتمع. سيحاسب على هذا وعلى هذا. ولذلك الله تعالى يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا مفسدون. يعني لاحظوا في الآية: إن الذين كفروا، الكفر هذا عمل شخصي، قوله تعالى وصدوا عن سبيل الله هذا عمل متعدي، هذا عمل داخل ضمن عمل المجموعة. زدناهم عذابا فوق العذاب، الزيادة هذه هي مقابل التعدي في الإفساد، وفي مقابل ذلك الإحسان. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وعندما قص الله تعالى قصة فرعون قومه، قال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. طيب، إبليس، فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هنا الحالة ليست حالة قائد وأتباع، الآن هي حالة شخص يعني يؤدب يعني به المجموعة، يعني في مقابل مجموعة يؤدب فرد. فالعقاب الجماعي والعقاب الفردي في الدنيا قد يجتمعان، يعاقب أفراد وتعاقب أمم بكل تأكيد، سوف يعاقب الجميع أو يثاب الجميع الفردي، وسوف يدفع الأفراد ثمن ملفاتهم الشخصية مع ملفاتهم ضمن الشركة أو المؤسسة المجتمعية التي كانوا فيها.
نعم، يعني الأخ ذكر حديث كان ينبغي أن ننبه إليه في النقطة السابقة، قوله تعالى عن أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا هو طبعا من الأدلة في النقطة السابقة أنه الحكم للأغلبية وجودا، يعني ثوابا أو عقابا. طيب، طبعا نحن مزجنا الفرقين الثاني والثالث مع بعض، وهو أن الإنسان له ملفان في الدنيا والآخرة، وأن الأمم تعاقب في الدنيا على أعمالها أو تكافأ على أعمالها، لكنه وضع ينتهي، لأن الوضع الجماعي هو وضع مؤقت ينحل في الدنيا ويبقى في الآخرة كل الحساب فرديا. في الآخرة تنحل الأمة الكيان إلى أفراد، وتصبح المسؤولية فردية في الآخرة. طيب، ومن العدل الإلهي أن تلقى الأمم جزاءها الجماعي في الدنيا، لأنها غاية تنتهي، ولا يعقل أن يكون هناك رسالة للمجتمع، أمر ونهي، ثم لا يكون هناك حساب ثواب وعقاب. لا، بل تثاب الأمة وتعاقب الأمة في الدنيا. ها هنا نقطة طريفة يمكن أن تتأملوها أيضا، وهي جزء من النقطة الأخيرة، أنه في القرآن الكريم ذكر الله تعالى نماذج للتقاول والحوار والجدل بين المستضعفين والذين استكبروا، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. ويقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، إلى آخره. لاحظوا، لن نتحدث عن هذه النقطة بشكل مفصل، لكن فقط قد يقول قائل: هؤلاء جاءوا جميعا أمة يتحدثون ويأخذون ويعطون ويتناقشون، فكيف تقول أنه الأمة كيان ينتهي في الدنيا؟ أقول هناك فرق كبير بين الحالة الجماعية في الدنيا، حيث الاختيار والتدبير والتحمل المسؤولية، وبين اللقاء الجماعي في الآخرة، حيث تبدو هذه المجموعات العصابات، يعني تبدو كعصابات مجرمة تأتي مصفدة في الأغلال، يعني للحساب والتقريع ودافع ثمن الأخطاء. فرق كبير بين أن تكون حرا في الدنيا تأمر وتنهى وتؤسس وتختار وتثاب وتعاقب وتحقق أهدافك، وبين أن تأتي كمجموعة عصابة تم اكتشافهم متلبسين بجريمة، جاءوا موثقين بالأغلال، جاءوا وقد يعني ضبطوا بالجرم الكبير، فهم الآن لا يتحاورون حوار الأحرار. ولذلك لاحظوا الصورة مقلوبة. في الدنيا الكبراء يأمرون والأتباع يسلمون ويمشون وراءهم. الحوارات في الآخرة الصورة مقلوبة، يرفعون أصواتهم ويلومون الكبراء ويلومون هؤلاء الزعماء أنهم أضلوهم وأنهم خدعوهم وأنهم يأتونهم عن اليمين وأنهم كذا وأنهم كذا. هذا لا يمكن أن يكون في ظل حرية الكبراء وفي ظل حرية السادة والآمرين. ولذلك في الدنيا تجده ضعيفا مستضعفا يأتي ذليلا، لكن في الآخرة لا، تغير الأمر. حتى الكبراء لا يملكون من أمرهم شيئا. قال الذين استكبروا: إن كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد، انتهى الموضوع. لاحظوا الفرق. فإذن الحالة الجماعية في الآخرة ليست هي الحالة التي تنتهي في الدنيا، هي حالة مجموعة يجاء بهم مصفدين للعقاب، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. طيب، الكلام واضح يا شباب يا أخوات؟